راح نشوف في هذا الفيديو أرباح اليوتيوب، سواء كانت مقاطع طويلة أو كانت مقاطع قصيرة اللي يسموها شورتس، وإيش الفرق بينهم. راح نشوف كل عدة التصوير مع بعض، من كاميرا إلى جهاز مونتاج إلى برنامج المونتاج إلى الإضاءة إلى الميكروفون وغيرها. راح نشوف مقطع مشاهداته قليلة لكنه طلع فلوس أكثر من مقطع آخر مشاهداته كثيرة. باختصار أعزائي المشاهدين، ما ودي أطول عليكم، خلينا ندخل في صلب الموضوع. هذا الفيديو راح يكون مرجع لأي شخص حاب إنه يدخل السوشيال ميديا او حاب انه يدخل اليوتيوب. بعد ما وصلت قناتي في اليوتيوب الى 214 الف مشترك وتقريبا 80 مليون مشاهدة والاف المتابعين وملايين المشاهدات في الفيسبوك والانستغرام وملايين المشاهدات في التيك توك واكثر من 262 الف متابع واكثر من 3.5 مليون لايك. فبعد ما وصلت لهذا الارقام صار في عندي خبرة بسيطة ودي اشاركها معاكم اعزائي المشاهدين، لاي شخص حاب انه يدخل مجال السوشيال ميديا او اي شخص حاب انه يدخل مجال اليوتيوب. ولا اوصيكم تشوفوا المقطع كامل من البداية إلى النهاية لأنه كل المعلومات اللي حتذكر في هذا المقطع مكملة لبعضها البعض، ما ينفع أنك تسوي سكيب. وأوعدك عزيز المشاهد وعد، ما حتطلع من هالمقطع إلا وأنت فاهم كل التفاصيل. في البداية أعزائي المشاهدين، شكرا لكم من أعماق قلبي، شكرا لكم كلكم واحد واحد على ثقتكم فيني وعلى دعمكم المستمر. بفضل الله ثم بفضلكم وصلت إلى هذه الأرقام، وشركة اليوتيوب أرسلت لي شهادة شكر ومعها درع اليوتيوب حق 100 ألف مشترك. ممكن أنت تستغرب عزيز المشاهد، ليش كذا يا عبد الله ردة فعلك باردة وما انت مبسوط في درع 100 ألف؟ بالعكس انا مبسوط جدا عزيزي المشاهد، لكن الدرع وصلني السنة اللي راحت 2022، فلهذا السبب خلاص انا الان اتعودت عليه. هذا المقطع تصور في سنة 2022 اول ما استلمت الدرع، وهذه كانت ردة فعلي. شوفوا يا جماعة ايش جاني. اوكي يا جماعة أكون معكم صريح، قسما بآيات الله يا جماعة ما كنت متوقع في حياتي نهائيا اني اصل لمية الف سبسكرايبر على اليوتيوب، بحياتي ما كنت متوقع. اوكي انا الان بفتحه وانتم بتشوفوه قبلي، تمام؟ اوكي بسم الله. دقيقة دقيقة دخلنا، حتى ملمس الورقة، حتى ملمس الورقة رهيب. شوفوا يا جماعة، شوفوا يا جماعة، شوفوا يا جماعة، شوفوا يا جماعة، بابا بابا سوسان سي اي او. شوفوا يا جماعة مين موقع، السي اي او اوف يوتيوب. ديم اوكي اوكي، هذه الورقة بتتبروز وبحطها عندي بالغرفة. يلا جاهزين؟ بسم الله. يا رب يا رب. اوكي شوفوا يا جماعة. او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد. شوف 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 شوف، دايم سان، شوف يا سلام يا سلام يا سلام. شوفوا يا جماعه، شوفوا يا جماعه، اسمي مكتوب عليه presented to عبد الله الحربي for passing 100,000 subscriber يوتيوب. يا سلام يا سلام. شوفوا يا جماعة، شوفوا يا جماعة، 100 ألف درع اليوتيوب. او ماي جاد. شوفوا من ورا في له فراغين هنا عشان يتعلق، وهذا هو من قدام درع المية ألف. والله يا جماعة قسما بآيات الله ما كنت متوقع اني اصل لهذه المرحلة، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لعدة التصوير اعزائي المشاهدين، العدة اللي موجودة عندي جدا بسيطة، الان راح اوريكم اياها وراح تتفاجئوا من العدة اللي موجودة عندي، وبهذه العدة المتواضعة قدرت اصل لملايين المشاهدات. هذه عدة التصوير يا جماعة، مثل ما انتم شايفين انا اصور في جوالي، هذا جوالي الخاص، يعني مو جوال حق تصوير، لا هذا جوالي الخاص، فاذا اي احد دق علي ولقى الجوال مغلق اعرفوا انه انا قاعد اصور، ومثبت على جهاز دي جي اي الجيمبل هذا اللي هو عشان يمنع الاهتزازات واثبت عليه الجوال. وهذه هي الاضاءه اللي موجوده عندي، رينج لايت يسموها، اضاءه عاديه بسيطه جدا يعني. هذه الاضاءه من جهه اليسار، تمام؟ هذه من جهه اليسار، لازم يكون في اضاءه من جهه اليمين، فهذه الاضاءه اللي موجوده من جهه اليمين، هذه اخذتها من غرفه اخوي وهذه اخذتها من غرفه اخوي الثاني، يعني اضاءات جدا عاديه، هذه اللي هي يسموها الاناره المكتبيه اظن. وفي هنا ورقه وقلم، هنا الورقه والقلم عاده اللي اكتب فيها سكريبت، هذا السكريبت
حق مقطع اليوم، ما في شيء، لكن كتبت رؤوس الأقلام اللي أنا أبغى أتكلم عنها في هذا المايكروفون يا جماعة. هذا المايكروفون خذيته من شركة رود، رود مايكروفون. والله الأسعار ناسيها بالنسبة للرينج لايت وبالنسبة للمايكروفون، ما أدري كم الأسعار ناسيها، لكن تقريبا يمكن 300 ريال 400 ريال شيء كذا يعني. طيب بالنسبة لهذه علبة المي ليش أنا مخليها هنا؟ أنا الحين بقول لكم. عادة الكاميرات اللي يستخدموها اليوتيوبرز يكون فيها فليب سكرين، يعني شاشة تنلف عشان اليوتيوبر هو قاعد يصور يشوف نفسه. أنا بالنسبة لي قاعد أصور بالجوال، فما يمديني أشوف إذا أنا موجود بقدام الكاميرا، ورا الكاميرا، الكاميرا قاعدة تصور ولا لا، أنا جاي باليمين، أنا جاي باليسار. فكيف أعرف؟ فأجيب هذا الآيباد وأخلي الآيباد يستند على علبة المي بهذه الطريقة. شايفين كيف؟ الحين الآيباد هو مستند على علبة المي، فأنا الحين شايف شاشة الآيباد اللي عاكسة تصوير الكاميرا. فهمتوا؟ يعني هنا الآن أنا شايف الكاميرا، هنا الآن أنا شايف الآيباد عشان أشوف هل الكاميرا قاعدة تصورني. أنا كذا جاي لليمين، أنا كذا جاي لليسار، لازم أني أثبت في النص. إذا طفى الجوال، إذا الكاميرا وقفت عن التصوير، فكيف أشوف؟ أخلي الآيباد يعكس التصوير. فهمتوا؟ هذه هي كل عدة التصوير اللي موجودة عندي، ما عندي أي عدة زيادة، مثل ما أنتم شفتوها بالضبط. فمو ضروري أعزائي المشاهدين يكون عندكم أفضل إضاءة أو يكون عندكم أفضل كاميرا، لا مو ضروري، عادي ممكن أنت تشتغل بالموجود عندك الحين، وبعدين مع الوقت تبدأ تتطور شوي شوي. طيب فهمنا هذا يا أبو عابد، أنت الآن ليش جالس بزاوية الغرفة عند الشباك؟ يعني إيش السبب؟ آها سألتوني أعزائي المشاهدين، السبب هو كالتالي، إذا جيت أصور أحاول إني أصور بالنهار عشان الإضاءة اللي عندي يعني مو مرة كويسة، أحياناً يطلع هنا إضاءة وهنا يكون في شوية ظلمة، فلهذا السبب أحاول إني أصور بالنهار وأكون عند الشباك علشان يكون في إنارة شمس موازنة ما بين إنارة الرينج لايت وإنارة الشمس، تمام؟ المايكروفون اللي عندي يعني مو مرة احترافي، مايكروفون بسيط، فبتسمعوا صوت صدى، فلهذا السبب أنا مخلي الشباك فاتح شوي عشان ما يكون في صوت صدى، يكون الصوت أحسن شوي. فإن شاء الله أعزائي المشاهدين مع الوقت بس تتطور القناة وبس يتطور المحتوى بإذن الله راح أجيب عدة أفضل، لكن في الوقت الحالي ما عندي القدرة، ما عندي الإمكانية، فراح أكتفي بالعدة اللي موجودة عندي. هو نفس الجهاز الآيباد اللي أنتم شفتوه قبل شوي، هو هذا نفسه الجهاز اللي أسوي عليه المونتاج، يعني المونتاج حقي يصير على جهاز الآيباد. طب إيش اسم برنامج المونتاج اللي تستخدمه يا أبو عابد؟ اسمه فيديو ليب، لكن هذا البرنامج بفلوس، أتوقع سعره 70 دولار أو 80 دولار، تقدر تشتريه لمدى الحياة وتستخدمه باستمرار. فأنا هذا هو البرنامج، شريته بفلوسي وإلى الآن ما زلت أستخدمه. وبعضكم ممكن يتوقع إنه أنا دخلت دورات عشان أنا أتعلم المونتاج، لا والله، تعلمت المونتاج على اليوتيوب، دخلت على اليوتيوب في خانة البحث، كتبت كيف أسوي مونتاج، how to edit videos، وبدأت أتعلم شوي شوي. طيب يا أبو عابد خلينا نجي لأهم موضوع اللي هو موضوع الأرباح. الآن أعزائي المشاهدين لو قلت لكم فيديو جاب 1000 مشاهدة وفيديو جاب 2000 مشاهدة كمثال، برأيك عزيزي المشاهد وين المقطع اللي حيجيب فلوس أكثر؟ اللي عليه 1000 مشاهدة ولا اللي عليه 2000 مشاهدة؟ بديهيا أنت راح تقول اللي عليه 2000 مشاهدة لأنه عليه مشاهدات أكثر هو اللي راح يجيب فلوس أكثر، منطقيا وبديهيا صح؟ ممكن مقطع عدد مشاهداته قليل يجيب فلوس أكثر من مقطع عليه مشاهدات كثير. نعم بعطيكم مثال موجود عندي في قناتي الشخصية، لو نشوف مقطع أسوأ جريمة في أوروبا، اللي ما حضر الفيديو هذا الرابط موجود هنا روحوا شوفوه. شوفوا يا جماعة عدد مشاهدات هذا المقطع وركزوا فيها وشوفوا كم الأرباح اللي طلعتها من هذا المقطع. طيب تمام يا أبو عابد خلينا نقارنه في مقطع آخر في قناتي جايب مشاهدات أقل، مقطع أخطر 5 شخصيات في التاريخ، اللي ما شاف الفيديو هذا رابط الفيديو هنا روحوا شوفوه. هذا عدد مشاهدات المقطع وهذه الأرباح اللي طلعتها من هذا المقطع. لو نلاحظ أعزائي المشاهدين ونسوي مقارنة ما بين مقطع أسوأ جريمة في أوروبا ومقطع أخطر 5 شخصيات في التاريخ، المقطع الأول جايب مشاهدات أكثر من المقطع الثاني، ولكن المقطع الثاني جايب أرباح أكثر من المقطع الأول. طب كده اختلت الموازنة، حنا متعودين كل ما كانت المشاهدات أكثر كل ما كانت الأرباح أكثر، لكن لا عزيزي المشاهد هي تعتمد على عوامل كثيرة، أنا ما بدخل بالتفاصيل بس بعطيك شوية أمثلة عشان تفهم الموضوع. الفئة العمرية اللي شافت المقطع الثاني أكبر سنا من الفئة العمرية اللي شافت المقطع الأول، واليوتيوب يعطيك فلوس أكثر على المشاهدين الكبار بالسن أكثر من المشاهدين الصغار بالسن. ليش؟ لأنه الكبار بالسن عندهم فلوس أكثر من الأطفال، فيوم المشاهد يشوف الإعلان الطفل ما حيكون في عنده فلوس عشان يشتري هذا الإعلان، لكن الكبير بالسن حيكون عنده فلوس أكثر فممكن أنه يشتري هذا الإعلان. فلهذا السبب المقاطع اللي يشوفوها كبار بالسن تجيب أرباح أكثر من المقاطع اللي يشوفوها صغار بالسن. وبرضو أعطيك مثال ثاني، في حاجة اسمها Average View Duration، يعني كم يقعد المشاهد على المقطع بدون ما يطلع. يعني أنا الآن لو دخلت على مقطع مدته 10 دقائق وشفت دقيقة واحدة وبعدين مليت وانسحبت ما حيطلع فلوس، لكن لو دخلت على مقطع مدته 10 دقائق وشفت المقطع كامل من البداية إلى النهاية كل العشر دقائق شفتها هذا راح يطلع فلوس أكثر. وأيضا على حسب الدولة اللي يشوفك فيها المشاهد، مثلا لو كان المشاهد في أمريكا أو في أوروبا راح يطلع فلوس أكثر بكثير من المشاهد اللي موجود في الوطن العربي. فلذلك يا حبايبي الله يسعدكم مو ضروري إذا المقطع جاب عدد مشاهدات عالية يعني طلع فلوس
فلوس كثير، ترى ما لها دخل، ممكن مقطع يجيب عدد مشاهدات اقل ويطلع فلوس اكثر، وبرضه ممكن تسوي مقطع يجيب مشاهدات حلوة وما تطلع منه ولا ريال. ليش؟ لانه ممكن يجيك عليه علامة صفراء، وهذا العلامة الصفراء تم استخدامها بعد ما جاب فينا العيد لوغان بول وخرب على كل اليوتيوبرز، فصار اليوتيوب يستخدمها كنوع من التحذير على صناع المحتوى. فلو مقطعك جاب ملايين المشاهدات وعليه علامة صفراء ما راح تطلع منه ولا ريال. والعلامة الصفراء هذه لها اسباب كثيرة، منها اذا كان مثلا المحتوى مسروق، سواء كان فيديو او الموسيقى مسروقة، او اذا كان المحتوى خادش، او اذا كان المحتوى فيه عنف. فهذه النقاط كلها مهمة جدا لاي شخص حاب انه يدخل في هذا المجال. ممتاز. طيب الان بتكلم عن مقطع الشورت اللي انا سويته قبل فترة، وكثير منكم زعل وتضايق، وبعضكم سوالي حظر، بعضكم سوالي انسبسكرايب يعني لغى الاشتراك، وبعضكم صار يسبني ويشتمني في خانة التعليقات، وانا مو زعلان منكم لا والله، بالعكس انا بوضح لكم الان كل الموضوع. طيب اللي مو فاهم ايش مقطع الشورت، في مقطع شورت انا سويته بقناتي تكلمت فيه عن ارباح 60 مليون مشاهدة من اليوتيوب، وسويت في هالمقطع حركة مو حلوة، وكثير منكم زعل مني وتضايق مني. فاللي مو فاهم ايش السالفة، هذا رابط المقطع، روح وشوفوه. المقطع مدته دقيقة واحدة، روحوا شوفوه وارجعوا هنا. طيب يا جماعة، بالنسبة للحركة اللي شفتوها في المقطع، انا اسف واعتذر منكم، وما كانت مقصودة اني اسيء ولا لاي شخص فيكم، وانا احترمكم جميعا ومقدر ثقتكم فيني، وباذن الله ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. الكثير منكم ما تقبل هذه الحركة، وانا بقول لكم ايش السبب، لان اغلب المقاطع اللي انا اسويها فيها معلومات ومونتاج ومتعوب عليها، سواء كانت جغرافيا، تاريخ، ثقافة، استثمار، تداول، شخصيات، محتواي مشكل ومتنوع، فانتم تعودتوا علي اني اطلع واقول كلام علمي اغلب الاحيان، مع اني يا جماعة انا انسان مثلي مثلكم، ترى انا مو 24 ساعة اتكلم كلام علمي، يعني بعض الاحيان ابغى اسوي مقاطع تضحك، بعض الاحيان ابغى اسوي مقاطع كوميدية. واللي كان مقصود من هذه الحركة انه بعد ما طلعت 60 مليون مشاهدة اليوتيوب يصرفني $100 سلامات، فيعني تحس اني انقهرت، فحسيت اني انقهرت، يعني بعد ما جبت كل هذه المشاهدات بالاخير صرفوني $100 وارسلوا لي الدرع، يا اخي ما ابغى الدرع خليه يولي. لكن هذا ليس بعذر، وانا ما زلت يا جماعة اعتذر منكم، واتمنى انكم تتقبلوا اعتذاري وتسامحوني، وباذن الله هذه اللقطة لن تتكرر نهائيا. جزء منكم كان زعلان بسبب الحركة، لكن في جزء اخر كان زعلان انه متوقع انه انا قاعد اكذب عليكم. لا يا جماعة، مستحيل اني اكذب عليكم، انا اقدر ثقتكم فيني ومستحيل اكذب عليكم، لا طبعا. هذه الارباح اللي ذكرتها انا يا جماعة في مقطع الشورت حقيقية 100%. يعني انت عزيزي المشاهد متوقع انه انا اخون الثقة؟ انت اعطيتني وقتك واعطيتني اهتمامك وتابعت محتواي واعطيتني لايك واشتركت في القناة، بالاخير تتوقع انه انا اكذب عليك؟ مستحيل اسويها، لا والله ما اسويها لو ايش، انا مستحيل اكذب على متابعيني. والان اعزائي المشاهدين راح اوريكم ارباح القناة كلها من يوم ما فتحت القناة، لكن قبل لا اوريكم لازم تفهموا موضوع، ترى في فرق بين ارباح الشورتس وارباح المقاطع الطويلة. المقاطع القصيرة اللي هي مقاطع الشورتس اللي ما تتعدى دقيقة عادة تكون ارباحها قليلة، يعني جدا 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 قليلة، لكن المقاطع الطويلة اللي من 8 دقائق فما فوق تجيب ارباح افضل. لكن انا قناتي اصلا اغلب المشاهدات اللي موجودة عندي في القناة اغلبها 90% من المشاهدات هي اصلا جاية على الشورتس، فانا في مقطع الشورت يوم جيت وقلت هذه ارباح 60 مليون مشاهدة، هذه كانت ارباح الشورتس. والشورتس معروفة عزيزي المشاهد، في حال انت ما تعرفها انا الان قاعد اقول لك، الشورتس ما تطلع فلوس، واذا طلعت تطلع اشياء قليلة جدا، لكن الارباح القوية تكون على مقاطع 8 دقائق فما فوق. وانا اصلا قناتي ضعيفة جدا، المقاطع الطويلة عندي ما تتعدى مشاهداتها 5000 10000 مشاهدة فقط، ومع ذلك عزيزي المشاهد الان راح اوريك ارباح القناة من يوم ما فتحت قناتي في سنة 2018 الى يومنا هذا. هذا هو كل المبلغ اللي طلعته من اليوتيوب، تقريبا $800. بعضكم كان يكذبني في خانة التعليقات ويقول لي انت نصاب، اكيد طلعت الاف الدولارات، 20 30 40 الف دولار. لا والله يا جماعة، هذه كل ارباح اللي طلعتها من اليوتيوب من اول يوم الى ساعتنا هذه، تقريبا $800 فقط. انت الان حتنصدم عزيز المشاهد، ابو عابد انت قناتك فيها 80 مليون مشاهدة واعطوك $800 فقط؟ ايوه، هذه ال 80 مليون مشاهدة اغلبها جاية على مقاطع الشورتس، المقاطع القصيرة اللي اصلا تكون ارباحها قليلة جدا، والمقاطع الطويلة عندي اللي هي من 8 دقائق فما فوق مشاهداتها جدا بسيطة، 5000 10000 15000 ماكسيموم. يا جماعة انتم الان على بينة وشفتوا كل التفاصيل وشفتوا كل الارقام، ارجوكم لا تقصروا معي بالدعم، تحت الفيديو جنب اسم القناة في زر اسمه سوبر ثانكس، واللي ما يقدر يدعمني ما في اي مشكلة، بس لا تقصروا معي باللايك وبالتعليق وبالاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، واكتبوا لي ارائكم تحت في خانة التعليقات. اشوفكم بالمقطع الجاي في امان الرحمن.